لما يصدر حكم قضائي ويذهب إلى الحد الأعلى من هذا الحكم 5 سنوات وبعد ذلك تحكم احكم بما تشاء، لكن المنطق شو يقول؟ انك تعطي المتهم ضمانات العدالة في حقه بالدفاع عن نفسه. لم أمكن من هذا الأمر، قسما بالله لو الرجل مكنني من حقوقي الدستورية والقانونية وحقي بالدفاع لا قلت هذا رأي قاضي، وفوق رأي القاضي رأي قاضي آخر، وفوق راضي القاضي الآخر قاضي آخر، وفوقهم قاضي السماء. لكن لا يمكنني من الدفاع. أقول لو أطلب منه أن يعطيني مهلة حتى أختار محامين جدد أو أقنع محاميني بالعودة مرة أخرى. ومحاميني لما انسحبوا كانوا محقين، لأنهم انسحبوا لم توفر ولم أعطى الحق باستدعاء شهود النفي. أنا أقول لرجال التنفيذ المدني، لرجال التنفيذ الجنائي، إذا وصلكم الحكم وفيه أمر بالتنفيذ أنا لست جبانا وقوتي أستمدها بعد الله من أبناء الشعب الكويتي. أقول لهم إذا جاكم أنا موجود وأنا صاحب قضية، وقضيتي لازم العالم كله، قضيتي مو قضيتي الشخصية، قضية أبناء الشعب الكويتي والظلم اللي تعرضون له وانتهاك الدستور والعبث بالنظام الانتخابي، ونقول لهم لي عليكم حق. يا رجال التنفيذ المدني، انكم اذا جيتوني يكون وياكم الحكم وامر تنفيذ الحكم بنسخة اصلية، وحكم علي كرجال تنفيذ لا ذنب لكم بما يجري. فنجال أشقر والحشيمة والكرامة.